اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهارده هعمل لكم طريقه طاجن الكوارع في الفرن. الطريقه سهله وهتعجبكم ان شاء الله، والطاجن الكوارع بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه ان انا اقول لكم. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في قناتي يومياتي انا وبناتي. قبل ما نبدا الفيديو نبدا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهارده هعمل لكم طريقه طاجن الكوارع في الفرن، طريقة سهلة وهتعجبكم إن شاء الله. أول حاجة هبدأ بيها هنسلق مع بعض الكوارع. عندي الكوارع بتاعتي اهي، أنا غسلها غسلة كويسة ونقعاها في مية وملح وخل وليمون ودقيق زي ما انتوا شايفين اهي. وعندي بصلها مقطعها أربع تربع، وعندي فلفل أسمر حصى، وعندي حبهان حصى، وعندي ورق رولي. أول حاجة هنبدأ بيها هروح بيها على البوتاجاز. أنا عندي حلة على النار اهو زي ما حضراتكم شايفين، والمية بتغلي. هضيف دلوقتي فيها الكوارع، طبعا انا هديها بس غلوتين في المية اللي انت شايفينها قدامكم، وبعدين اغير لها المية. بس اهم حاجة اول ما نخرج الكوارع من المية اللي فيها هنغسلها غسلة كويسة قبل ما نحطها في الشوربة بتاعتها. انا هغطيها واسيبها تاخد غلوتين وهغير لها الميه وهرجع لكم ان شاء الله نكمل مع بعض. انا غيرت الميه زي ما حضراتكم شايفين وغسلت الكوارع غسله كويسه. هنزل الكوارع دلوقتي اهو، هضيف التوابل، البصلة معانا اهو زي ما انتوا شايفين، والتوابل معانا اهو. انا هغطيها وهسيبها تاخد غلوتين، وبعدين اهدي النار عليها وهسيبها تستوي براحتها، وهنرجع نعمل مع بعض صلصة الكوارع. هنعمل مع بعض صلصة الكوارع. انا عندي الصلصة بتاعتي دي انا مسبكاها في الفريزر، وعندي معلقتين كبار خل، عندي التوابل، عندي ملح، السبع بهارات فلفل اسمر، عندي معلقتين كبار ثوم مفروم، وعندي معلقه كبيره سمنه. انا حاطه السمنه على النار زي ما حضراتكم شايفين، هستنى لحد ما السمنه تسخن معانا، وبعدين اضيف الثوم. السمنه سخنت معانا هضيف الثوم. الثوم ده انا مخزنه في الفريزر زي ما انتم شايفين اهو مجمد معانا. انا هفضل اشبح في الثوم لحد ما ياخد اللون الذهبي معانا. الثوم خد اللون الذهبي معانا زي ما انتم شايفين، هضيف الخل، هقلب بس مع بعضه. هضيف الصلصة، طبعا الصلصة دي مستبكة وجاهزة يعني مش هتاخد وقت على النار. هضيف التوابل، واشوح التوابل مع الصلصة زي ما انتوا شايفين. انا هغطي الصلصه وهسيبها تتسبك وهرجع لكم نكمل مع بعض. الكوارع استوت معانا، هضيف لها دلوقتي التوابل. عندي معلقه كبيره ملح، نص معلقه صغيره السبع بهارات، نص معلقه صغيره فلفل اسمر، هضيفهم مع الشوربه. انا هسيب الكوارع تاخد غلوه بس مع التوابل، وانا عندي الصلصه بتاعتي اهي اتسبكت زي ما انتم شايفين، هي ما خدتش وقت في السوى لانها كانت مسبكه زي ما انا قلت لكم، انا كنت مخزناها في الفريزر. هضيف دلوقتي شوربه، هضيف شوربه على الصلصه زي ما انتم شايفين اهو. مش هضيف كتير، انا عايزه الصلصه بتاعتي ما تكونش خفيفه ولا هي تقيله، عايزاها تكون متوسطه
زي ما حضراتكم شايفين اهي الصلصه جهزت معانا والكوارع جهزت معانا. هبتدي دلوقتي ان انا اجهز الطاجن معاكم. انا هخرج الكوارع في الطاجن زي ما حضراتكم شايفين الطاجن بتاعنا اهو. انا خرجت الكوارع في الطاجن زي ما حضراتكم شايفين وعندي الصلصه بتاعتنا اهو. هضيف الصلصه على الكوارع اهو زي ما حضراتكم شايفين. هرش رشه من فوق فلفل اسمر اهو. طاجن الكوارع جاهز معانا زي ما حضراتكم شايفين. انا هدخل الفرن على رف النص هتسبك كله مع بعضه وهياخد اللون الجميل اللي حضراتكم هتشوفوه ان شاء الله. وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خرجت الكوارع من الفرن زي ما حضراتكم شايفين. انا مش محتاجة ان انا اوصفه لكم، هو بيعبر عن نفسي اهو. شايفين الشكل جميل ازاي. انا عملت جنبه رز ابيض وعندي الصلصة اهي. انا عندي بناتي بيحب يغمسوها بالعيش وعندي شوربة الكوارع. طبعا انا خليت كوارع مسلوقة للي عايز ياكلها مسلوقة. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تدوسوا على اللايك والشير والسبسكرايب، تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.